اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل في هذه العشر شفاء من هذا الداء ورفعا لهذا البلاء عن بلدنا وعن المسلمين وعن العالمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على إمام الحنفاء وسيد الأصفياء وعلى آله الشرفاء وصحبه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء.